إذا تخبره بالخبر الرائع. هنا ما هذا الأثار في الأرض؟ حليب. إنها أثار حليب. إذا الحليب هنا صحيح؟ أحسنت. لا 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 عمر. إنه يمشي. عمر يمشي. انظر هنا إلى الشاشة. 10,000. نعم. أحسنت صحيح. هيا مع خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح جبت خالد، ولكن خالد انظر هنا ماذا حصل. حصل على وسام. ومن مين؟ من الإدارة. لماذا حصلت على هذا الوسام يا خالد؟ لأن سمعت كلام معلومات. حقا؟ نعم. كان خالد يسمع الكلام ومهذب ونشيط صحيح؟ نعم. طيب هل عطوا هذا الوسام لكل الطلاب ولا فقط لك؟ خالد فقط لك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اذا هذا خبر جيد ورائع، وانا لدي خبر رائع ايضا. نعم لدي خبر رائع جدا جدا جدا، ولكن لن اخبرك به الان. لاننا ذاهبون الى سوق نشتري اشياء، ومن ثم نعود الى المسجد وساخبرك به، لأنها هي مفاجأة رائعة. حسنا، هل أنت متحمس؟ نعم نعم حقا. هيا إذا هيا نذهب إلى السوق نشتري الأشياء ونعود إلى منزل ليخبرك بهذا الخبر. حسنا نعم نعم نعم. يلا تعال تعال بسم الله. هيا هيا قل. أنا كنت تمشي؟ أين كنت تمشي؟ بالرصيف الصغير. رصيف صغير ما شاء الله. خالد؟ هذا مانجا؟ 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 نعم. ماذا سنشتري؟ حليب. حليب، يلا أين الحليب؟ لا هيا ابحث عنه. هنا ما هذا الأثار في الأرض؟ حليب. إنها أثار حليب. إذا الحليب هنا صحيح؟ هيا ابحث عنه. خالد أين الحليب؟ هيا احصل على حليب. هذا نحتاج إلى إثنين. سأحصل على هذول الإثنين. يلا تعال هيا نذهب الآن نحاسب عليه. بارد جدا. تعال من هنا. بارد جدا مع الحليب. يلا بابا. حاول مرة أخرى. حسيت سألك تمام يا أصدقاء. الآن بعد ما اشترينا أشياء من السوق، نحن راجعين على البيت. خالد تعال تعال عندي. تعال اجلس هنا. ماذا كنت تخبرني؟ ماذا فعلوا بالمدرسة؟ عملوا كيف فعلوا أيديهم؟ كده. وماذا ايضا؟ نعم. هل عملوا هكذا هكذا هكذا؟ نعم. اشرح لي كيف عملوا؟ الله العظيم شفتوا شو سووا؟ يا خالد هل قلدتهم؟ لا. احسنت ما شاء الله، انا احبك كثيرا. لماذا لم تقلدهم؟ لانها صلاه. احسنت. قلت انها صلاه؟ نعم صلاه هذه. مثل صلاة الله أكبر؟ نعم. إذا لماذا لم تقلدهم تصليها إذا مثلها أنت تقول مثلها؟ إنها حرام يعني. لا معناته إذا هي ليست مثلها. هل هي صلاة صحيحة؟ نعم. ما هي الصلاة الصحيحة؟ الله أكبر. في المسجد. أحسن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أسعدتني يا خالد أسعدتني أسعدتني. يلا هيا 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 سأفاجئك بالمسجد. تعال
خالد وعمر متحمسين جدا حتى اخبرهم الخبر الرائع اللي تلو عليه لخالد وتلكم لكم عليه، انه يوجد خبر رائع راح اخبره اياه لخالد. ولكن قبل ما اخبره هذا الخبر لازم يكون في تحدي. هل انت جاهز يا خالد؟ نعم. نعم، وهذا التحدي على وهو ان يقرا اول صفحه من سوره المجادله. حسنا؟ نعم. تمام، ولكن تعال بدك تقفز، هذا عمر بدي يقفز، متحمس كثير حتى يسمع احضر لي القران. ولكن التحدي كالتالي، لازم ما يخطئ اكثر من 5 اخطاء، اذا اخطات اكثر من 5 اخطاء لن اخبرك بهذه المفاجاه. حسنا؟ حسنا. خالد سيحسب اخطاؤه ها هنا. هل انت جاهز يا خالد؟ فقط الصفحه الاولى فقط من سوره المجادله، اذا خطا اقل من 5 اخطاء سنخبره بالمفاجأة، إذا خطأ أكثر من 5 أخطاء لن أخبره بأي شيء. حسنا، اتفقنا؟ اتفقنا. ديل؟ ديل. حسنا، هيا بنا. سورة المجادلة، اقرأ، استعذ بالله واقرأ. سورة المجادلة. ما؟ سورة المجادلة أم المجادلة؟ اثنان. أحسن، لم أحسبه هذا خطأ لأنه هي كلاهما صحيح. يلا اقرأ، استعذ بالله واقرأ. سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ماذا تريد يا بابا؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا هو خطأ، أنا عارفك أنك تحفظها، أعدها ولا تقف عندها ورسوله، أكملها. يلا، إن الذين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، والكافرين عذاب أليم. خطأ، هذا الخطأ الثاني. النار. نعم، أول وحدة قلنا وللكافرين عذاب أليم، هذه ثانية وحدة ماذا نقول؟ وللكافرين عذاب مهين. أحسن، والكافرين عذاب مهين. لن تغني، هذا الخطأ الثالث. يوم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحسن، كم خطأ خطأت؟ 3. نعم 3 يا أصدقاء، أنا أخطأ 3 مرات. أحسن، إذا سأخبره بالخبر الرائع. الخبر هو كالتالي، انظر هنا إلى الشاشة. نعم، أصبح لديك أكثر من 10,000 صديق. نعم، أصبح لديك أكثر من 10,000 صديق،
وهذا 10,000 صديق أرسل لك تعليقات كثيرة جدا. أحدهم يقول هنا: جزاكم الله كل خير، ابن أديب أصبح خالد قدوته والنعم القدوة، أصبح محب للقراءة وحفظ القرآن، صديقكم أديب نجار من إسطنبول. ماذا ستقول لصديقك؟ مرحبا يا صديقي، تمن هذا القرآن. أحدهم ما يقول هنا: أنت بطل يا خالد، مثل ما تعلمت العربية سوف تتعلم الإنجليزية إن شاء الله. صديقك نسيم العويد عراقي يعيش في السويد، عمره 4 سنوات، يسلم عليك ويتابع فيديوهاتك. مرحبا يا صديقي نسيم، بالك انتهى القرآن. نعم، وهنا محمد وإبراهيم وبسومة يحبونكم جدا، وبسومة أول سنة صف أول. ماذا تقول لابتسام ومحمد وإبراهيم؟ يا دقائي محمد إبراهيم وابتسام هيحفظوا القرآن. نعم، احفظوا القرآن وجعلوه درب حياتكم. طفلي اسمه نزار من فلسطين، وهو يحب خالد كثيرا عندما يقرأ القرآن ويقلده، عمره 2، أتمنى أن تذكروا اسمه. مرحبا صديقي نزار، أتمنى أن تحفظ القرآن. وهنا أيضا: أهلا خالد، لا تحزن، أنا فاطمة النهاري مثلك، في اليوم الأول بالمدرسة، أنا أتعلم العربية والإنجليزية، يجب نتعلم اللغات الأخرى لتدعوهم ونعرفهم بديننا الإسلامي، عمري 6 سنوات وأتعلم منك القرآن والقراءة والكتابة بالعربية والإنجليزية، شكرا. ماذا ستقول لفاطمة؟ مرحبا صديقتي فاطمة، أتمنى أن تحفظ القرآن. السلام عليكم خالد، صديقك من المغرب في نفس عمرك ونفس اسمك، يحبك كثيرا، نفس اسمك، هذا صديقك نفس اسمك، اسمه خالد أيضا، أتمنى أن يحذو حذوك في حفظ القرآن، حفظك الله ورعاك وسدد خطاياك. مرحبا يا صديقي خالد. هنا أحد ما يقول: خالد السلام عليكم، نحن أصدقائك من سوريا شام وعلي وليان، نتابعك في استمرار ونشكر الأهل على هذه التربية والأخلاق العظيمة، نعمة الأجيال أنتم، أسأل الله لكم ولنا حفظ القرآن كاملا بنية صادقة وإخلاص بالعمل. ماذا ستقول لأصدقائك شام وعلي وليان؟ ماذا ستقول لهم؟ مرحبا يا أصدقائي شام وعلي وليان. ماذا تنصحهم؟ أنصحكم يا أصدقائي أن تحفظوا القرآن. هنا أحد ما يقول: خالد الزير من أفضل القنوات، الله يبارك فيه، يا رب أشوف بنتي زيه، أرسل لها تحية، خلود شلعوط من الأردن وأحمد زين وجاسر حيمور، أيضا يرسلون تحية لخالد من السعودية. أخي خلود وأحمد وجاسر. لديك أحد ما يقول: يا حبيبي يا خالد، لنا سنة نتابعه مع ولدي باسل، وباسل يحبه ودائما يحب متابعة كل جديد في قناة خالد. يقول لك: هم يتابعوننا منذ سنة. نعم، هم معنا بالقناة منذ سنة إلى الآن، وباسل يريد أن يكون صديقك يا خالد، هل هذا ممكن؟ نعم، يمكنك يا باسل أن تكون صديقي. وهم أيضا من السعودية، من المدينة، مدينة منورة. أين هي المدينة؟ يا بابا، هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو نبيك؟ محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أين دفن وأين عاش؟ عاش في مكة وعاش في المدينة، في نهاية حياته عاش في المدينة ومات في المدينة ودفن في المدينة. يعني عندما نذهب إلى الكعبة، أنا قلت لك عندما نختم القرآن إن شاء الله سأخذك إلى الكعبة، حسنا؟ نعم. اسمعني، عندما نكون في المدينة ونذهب للكعبة ونرجع المدينة نموت؟ لا، سنذهب إلى الكعبة، تمام، لزيارة بيت الله الحرام، ومن ثم نذهب إلى المدينة ونزور الرسول عليه الصلاة والسلام. نموت هناك أم لا نموت؟ لا أعلم، لا نعلم، لا أنا ولا أنت في أي أرض نموت، فهم؟ بس ولكن رسول صلى الله عليه وسلم لقد مات في المدينة ودفن في المدينة، فهم؟ نعم. يعني إن شاء الله عندما تحفظ القرآن ونذهب إلى الكعبة ثم سنزور المدينة، لربما تلتقي مع صديقك باسل، صحيح؟ نعم. أحد ما يقول: ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم افتح لخالد وأولادنا من العلم النافع فتوح العارفين، صديقك عبد الله الزير. الزير؟ نعم، هو مثلك الزير. ماذا ستقول لعبد الله؟ اسمه عبد الله الزير؟ نعم. ماذا ستقول لصديقك عبد الله؟ مرحبا يا صديقي عبد الله، أتمنى أن تحفظ القرآن. نعم، وهنا أيضا أحد ما يقول: السلام عليكم صديقي خالد، أنا زكريا من الجزائر، عمري 5 سنوات، وأتابعك دائما ومعجب بك كثيرا، واصل، أتمنى لك النجاح، بارك الله فيك وفي والديك. مرحبا يا صديقي زكريا، أتمنى أن تحفظ القرآن. نعم،
أتمنى لكم أن تحفظوا القرآن. هنا أحد ما يقول: قناة جميلة هادفة ومربية، لا أخفيكم يوميا بنتي منيرة تتابع مقاطعكم وتعيد المقطع 50 مرة. نعم. أيضا أحد ما يقول: الله يحفظه يا رب، ابني يونس كثير بحبه وبحب يتابع ومنستناه بفارغ الصبر، خليه يسلم على ابني اسمه يونس الدقر وشكرا. مرحبا يا صديقي يونس، أتمنى أن تحفظ القرآن. نعم. انظر يا خالد، هذه تعليقات جميلة من هذه الأصدقاء. 10,000 صديق، أصبح لديك 10,000 صديق. هل هذا خبر جيد؟ ويوجد واحد آخر. هذا آخر تعليق. أنا ماذا تقول؟ أحد ما تقول: أتمنى تقول لي شو هي الأكلة الحلوة يلي عم تأكلوها وصحتين وألف وهذا بين الشي بتشهي. هل تذكر هذه الكعكة اللي صنعناها وأكلناها منذ فترة طويلة؟ أي واحدة؟ لونها شو يعني بالشوكولا؟ هل تذكرها؟ يعني مستطيلية وفوقها صوص شوكولاتة. نعم. هل تذكرها؟ وفوقها فستق حلبي. نعم هذه هي. نعم. هل تذكرها؟ نعم. طيب تعال تعال انظر هنا، بمناسبة هذه 10,000، ما رأيك أن نصنعها للأصدقاء ونعلمهم كيف يصنعوها؟ نعم. نضع بيض، نضع طحين، نضع سكر. نعم نعم نعم. هيا 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 نحضر إلى هذه الأشياء ونأخذها إلى المطبخ ونصنعها حسنا. نعم. هيا ننطلق. بسم الله. هيا. والآن يا أصدقاء، سنصنع لكم كعكة الشوكولا. نعم. وأيضا سنحتفل بحصولنا على 10,000 مشترك، 10,000 صديق، صحيح؟ نعم. نعم. ولكن سنخبركم بالمكونات، هذه المكونات خلطة سرية لنا، صحيح؟ نعم. خالد سيخبركم باللغة العربية وأنا سأخبركم باللغة الإنجليزية. نعم. حسنا، هيا أبدأ يا خالد. يا أصدقاء، نحتاج إلى 4 بيضات. نعم. We need 4 eggs. وماذا أيضا؟ نحتاج إلى 1 كوب من السكر. We need also 1 cup of sugar. كوبين من الطحين. We need 2 cups of flour. ونحتاج إلى نصف كوب من الكاكاو. We need 1/2 cup of cacao. ونحتاج إلى كوب من الحليب واحد. نعم. We need also 1 cup of milk. نحتاج إلى كوب واحد من الزيت. نعم. We need 1 cup of oil. ونحتاج نصف كوب من الماء. نعم. ونحتاج هنا أيضا عمر ليساعدنا. وأيضا We need 1/2 cup of water. ملعقة من الفانيلا. 1 spoon of vanilla. ملعقة من البيكنج باودر. نعم. A spoon of baking powder. هذا صحيح يا عمر؟ نعم. هيا هيا، ماذا نفعل الآن؟ سنحتاج إلى هذا الوعاء ونضع البيض داخله. ضع البيض هنا الآن. أبدأ. أكثر وضع. أحسنت. يلا افتح. أحسنت ما شاء الله، هذا رائع. ضع هنا في الصينية. ضع هنا. أحسنت. اثنان. ثلاثة. وهذه 4. تمام. وأيضا سكر، كوب من السكر. كوب من السكر. أحسنت يا خالد، ضعه هنا. دعني أخلط. أنا سأخلط. أنا. طب تعال أخلط قليلا. نعم 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 نعم. بيجو. بابا لا تفهم. نعم. نخلط جيدا السكر مع البيض. يكفي؟ هكذا قولك؟ يلا. واحد، عدنا الأربعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نعم. الآن نخلط البيض مع السكر بشكل جيد. والآن كوب من الطحين.
نضع اكواب الطحين. هيا هيا وانا ساوي شغل. يلا ضع اكواب الطحين. الكوب الاخر احضر الكوب الاخر. احضر الزيت الزيت الزيت. بهدوء 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 احمله بهدوء 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 بهدوء. نعم حليب حليب حليب. احضر الحليب بهدوء بس بهدوء. قل بسم الله. امسك امسك امسك. يلا ارمي هنا. كاكاو الان. نعم ارمي هنا بهدوء يا بابا. قلت لك بهدوء. يجب علينا ان ناخذ الحذر يا خالد. يجب علينا ان ناخذ الحذر. حسنا نعم. اذا لم نتوخى الحذر يا خالد سوسخ المكان كله. أصبحت الخلطة لذيذة ورائعة. نعم انتظر انتظر. سلام. واو بعد ما لك ليش عم تكبها هنا؟ لا 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 ضع الفانيلا فانيلا. هذه؟ نعم احضر البيكنج باودر. هذا؟ نعم. رائحة الفانيلا رائعة. الخلطة أصبحت جاهزة. والآن نعم. أولاً سندهن هذه، ثم نسكب هذا الخليط. نعم. الذي صنعناه أنا وخالد. هيا ادهنها كلها. حسناً. حسناً. ضع المزيد، ضع المزيد. ندهنها بالزيت. نعم. نعم. أحسنت يا خالد رائع. هذا رائع. دعني أسكبها الآن. ضع طحين. بسم الله. نعم أحسن. هكذا في كل مكان. هذا يكفي هذا يكفي. والآن سنضع الخليط. والآن سنضع الخليط. حسنا هل أنتم جاهزون؟ حسنا. بسم الله. نعم قولوا بسم الله. بسم الله بسم الله. إنه رائع. هذه الكعكة ولكن لم ننتهي. سنضع هذه بالفرن. لا 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 عمر. سنضع هذه بالفرن ونجهز الخليط الآخر على وهو الصوص الذي سنضعه على وجه هذه الكعكة. أساعدك. حسنا. والآن انتهينا. هيا افتح باب الفرن. والآن سنضعها على الفرن 40 دقيقة على حرارة 170. ابتعد يا عمر. هيا هيا ضع انه يمشي. عمر يمشي ما شاء الله. ها سنضعها هنا بالفم. اغلق الباب هكذا. ها حرارة 170 40 دقيقة. هيا ننتظر. والان سنصنع الخليط الاخر على وهو الصوص الذي سنضعه على وجه الكعكة. هيا معنا. تعالوا تعالوا تعالوا. لتحضير الصوص نضع كوبين من الحليب. صحيح يا خالد؟ نعم. وأيضا نضع معلقة من النشا. نعم. حرك نحرك 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 نحرك. ومن ثم نحرك نحرك نحرك. والآن نضع 5 معالق من الكاكاو. ما رأيك يا خالد أن تعدها؟ نعم. يلا عد. 1 2 3 4 5.
نخلة. ونضع 5 معالق من السكر. 1 2 3 4 5. والآن نخلط. بعد ما استوت هذه 40 دقيقة أصبحت جاهزة. انظروا هذه الكعكة. والآن هذا الصوص الذي صنعناه. أنا صادع. لنضع يا خالد هذا الصوص اللي وضعناه. سنضع فوق الكعكة. حسنا. نبدأ من هنا من البداية. قليل هنا وقليل هنا وقليل هنا. كمان مزيد. يلا مزيد. بسم الله. قول بسم الله. بسم الله. أحسنت. شاطر يا خالد. هل تنصح الأصدقاء أن يجربوا هذه الكعكة؟ نعم. أها ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا خالد. نجعل هاي الرائزة. ممكن أساعدك قليل؟ لا أنا نعم يا بابا. أها تساعد خالد؟ الآن وقت وضع هذا. أها ماذا سنصنع؟ سنكتب بهذا 10,000. لماذا؟ لأن أصبح لدينا 10,000 صديق. نعم. الآن هذه كعكة 10,000. سنصنع الآن 10,000. حسنا. نعم. هذه 1. هذه 10. وهذه كي 10K. 10,000 يعني. الآن ارفع معي، ارفع معي من هنا. 10K. أصبح لخالد 10,000 صديق. نعم. وأنا أستطيع قصال وحدي. أنا سأختار كي. بسم الله. أحسنت يا خالد. يقص 10,000. ما شاء الله. هل تريد قليل من الكعكة؟ ما شاء الله أنت فعلتها حقا. تريد أن تأخذ هذه الكي؟ نعم أريد فقط كي لأن حرف كي كالت. أحسنت. صحيح. يعني صار وصل للعشرة كي. أصبح لدي 10,000 صديق. وأيضا سيأخذ الكي. طيب تعال خذ هذه المعلقة حط ضعها هنا. أضع لك هذه هنا. حسنا. بسم الله. انتبه. قل بسم الله. بسم الله. تعرف كيف تأخذها؟ نعم. بسم الله. كبيرة جدا. نعم حقا كبيرة. انظروا يا أصدقاء. كي. أنت أي حرف اسمك بالإنجليزية؟ حرف التي. بالإنجليزية حرف التي تاهر. نعم لأنه لا يوجد لديهم حرف الطاء باللغة الإنجليزية. يلا بسم الله. بسم الله. تفضل يا ماما. لذيذة. نعم. هل هي لذيذة يا خالد؟ نعم. يا أصدقاء أنا أنصحكم أن تجربوا هذه الكعكة وتساعدوا والديكم بصنعها ولا تنسوا أن تقرأوا القرآن. عندما تصنعوا هذه الكعكة وتتذوقوها لا تنسوا أن تخبرونا رأيكم بالتعليقات. إلى اللقاء. إلى اللقاء. حسناً يا أصدقاء إذا أردتم مشاهدة المزيد من الفيديوهات يجب عليكم أن تبحثوا عن اسمي خالد الزير. خاء ألف لام دال فراغ ألف لام زيارة خالد الزير. مع السلامة يا أصدقاء. نراكم في فيديوهات أخرى.